أكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حسن هجرس على أن التعليم يعتبر قضية مهمة للمجتمع المصري. جاء ذلك في لقاء مع التلفزيون المصري على هامش جلسات الحوار الوطني. النهارده ان شاء الله في الجلسه في المحور الثالث محور الاجتماعي قضيه التعليم قبل الجميع، ودي قضيه مهمه جدا يعتبر المصريين كلهم بينتظروها وبينتظروا ما سيعود منها ورجوع دور المدرسه تاني في الشارع المصري.